الذين يعرفون هذه قبل أن قدمتم لنا سعادة السفير بعض النصوص من تقرؤون لنا الآن بعض النصوص التي كتبتموها عن سميتموها قصائد الشنقيطية. هو المهم الغريب أن كثير من الأخوة يأتون إلى موريتانيا قد تكون لهم أحاسيس لكن لا يستطيعون أن يعبروا عنها. والفرق بين من يملك القدرة التعبيرية وغيره أن الذي يملك القدرة التعبيرية يحاول أن يعبر وليس ذلك بالسهل. في بعض الأحيان أعطوكم مثلا قصيدة بعنوان مشودة الأضرار. أضرار منطقة جبلية معروفة عندكم. أضرار يا أضرار يا فارس الرمال والبحار يا شاهدا على ملحمة الإنسان في هذه الديار يا شامخ النداب الراسخات الليل فيك متعة والنجم كالأزهار والصمت فيك حكمة سبحان الواحد القهار. أضرار يا أضرار يا حارس المدائن القديمة من شنقيت وأوجفت ووادانا وأطار حواضر الإسلام فيك عدة إليك تشخص الأنظار إنا بنو الإنسان ها هنا ضاع الدليل والمسالك كثرة والقوم حيارى أين المآل أين المسار. أضرار يا أضرار يا ملهم المرابطين فوارس الفتوح والأمصار جئنا إليك من بلاد عقبة وتونس الأبرار. المجد ملك بيننا واليوم نبني عهدنا والغد ملء اليد ما شئنا لا ما شاءت الأقدار. أضرار يا أضرار لو طاوعتني لبثثت فيك كل ما في نفسي من أفكار ولا أشعلت بأحشائك ما في القلب من مشاعر حامية ونار. ولو حملت شيئا من إرادتي لصرت جبلا إنسانا صامدا صبورا لا يهزه الإعصار أو لصرت مثلك جبلا إنسانا صادق العزم ثابتا فوق الصحاري وشواطئ المحار. جميل. أعتقد لم أرى شاعر موريتانية تغنى بالأضرار أو شاعر غير موريتانية تغنى بالأضرار. وكنت من أول زياراتي ذهبت في أول أسبوع جئت إلى موريتانيا فذهبت إلى شنقيط ورأيت أضرار وأيقنت أن هذا فيها من الروعة ومن السحر ما ألهمني هذه القصيدة. نصر آخر أعطيك مثلا تحية إلى موريتانيا الجميلة. هيا رفيقي إلى الصحراء بالصمت والنور نغتسل ذاق الفؤاد من الهم وتفاقم الإزعاج والملل يحملني الشوق من تونس الخضراء إلى شنقيطة مرتحلا بلاد الهوى والحلم والألام والألم حيث الزوايا والمحاضر حطت رواحلها وقد أراقتها الشموس والحمان والسفر والحمان والشموس لا تبغي نبغي لا تبغي من الصحراء غلش ساعتها وفوضى الضياء والأنوار تنهمر إن الليالي البيداء سحر لا حد له راحة للنفس لا شغل ولا بشر. هيا رفيقي إلى وادانا وتشيتا وولاتا نرتحل ثم إلى أوجفتا وكن بصاح وأودغستا نزور ونستلم التاريخ ونعتبر والعلم والإسلام ملء النفوس يملأ الصحراء والأفاق نورا لا يمحى ولا يأفد إنه الإنسان في الصحراء يصارعها صراع المحب للمحبوب وغالبه تفنيه ولا يفنى والكثبان لا حد لها كالعليات التاكئات جمالا وأغراء في وجنات الكون كأنها القبل. جميل. هيا رفيقي نزور الواحات بيتا جنت وأضرار حيث النخيل وظلال والأشجار ما أروع ترجيتا والماء ينقطر فوق الرمال وينساب رويدا وينغمر ما أطيب العيش بين الجبال تحت الخيام وحولك الغزلان والإبل طلع الخريف الزينة وتعشقه ويسقيك من تبغيه الشاي واللبن وتنسى الدنيا وما يطرأ بساحتها أن السعادة حلم يراودنا في بلاد شنقيطة هلما نحققه. هيا رفيقي إلى البحر ندغدغه هو المحيط الضخم بالرفق والأحلام نروضه شواطئ في جنتا بالأمال نزرعها فتنبت أشعارا لم يسمعها الكون من قبل بحيرة أرجيلة والطير يغموها ونحن كالطير في أحضانها ثمل خشوع وإلهام
والخاسر بالحب نصلحه. العمر قصير والأيام مسرعة وفي شنجيت يطول ولا يقصر العمر. جميل رائع. سعادة السفير، علمنا من التاريخ الحديث أنه كثيرا ما يوجد بعض الدبلوماسيين الذين يهتمون بالثقافة ويهتمون فيها، بل هناك دبلوماسيون شعراء وهناك دبلوماسيون مؤلفون ونقاد إلى آخر ذلك. لكن الذي يريد أن أسأل عنه الآن هو كيف استطعتم أن توفقوا بين العمل الدبلوماسي والعمل الثقافي، بين البحث والتأليف والعمل الدبلوماسي، رغم أن طبعا الكتاب يدخل في مجال الدبلوماسي لأنه يتعلق بالعلاقة والتواصل بين البلدين. كيف استطعتم التوفيق بين هذا؟ وهل هناك مشاكل اعترضتكم في البحث مثلا؟ الواقع الأستاذ شيخ أن هذا العمل المتواضع الذي بين أيدينا هو بقيت فيه قرابة 5 سنوات لأدعي أني حاولت أن أقرأ كل ما كتب أو كل ما وقع تحت يدي من كتب موريتانية، من أطروحات جامعية، من مقالات، من مراجع في موريتانيا وغير موريتانيا. هذا العمل ليس وليد شهر أو شهرين، هو خلاصة 5 سنوات من جمع المعطيات، والواقع لم أتي بجديد. أني قرأت واطلعت وجمعت فجمعت وطرحت أسئلة، وقد أكون فتحت طريقا لغيري ليوصل هذا العمل من حيث التدقيق ومن حيث الإضافات. الوقت لكل إنسان شواغله، لكن لابد للشخص إذا رغب في شيء لابد أن يجد الوقت المناسب. آخر الليل دكتور حسن حسن عبد الوهاب هو أحد المؤرخين والأعلام التونسيين، وأهدى مكتبته لترك كتب وطنية، وجدت هذا الكتاب في قسم مكتبة حسن عبد الوهاب لكتب وطنية، وهذه المخطوطة التونسية هي منسوخة النسخة من أصل. ويبدو أن الشيخ الولاتي كان يمنعه نسخة أصلية ويسمح لمن يأخذ منها نسخة لم يسلم نسخة أصلية، لأن الخط مغربي والناسخ تونسي.